السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكلة مكررة كتير جدا في الاوتوكاد والريفت والبرامج تانية كتير جدا وتقريبا السؤال ده يعني بيروح تقريبا يوميا انا وهو لما بصدر اللوحة اللوجو اللي في الجنب دوت ما بيظهرش معايا في مشكلة في الصورة عايز اعمل اخلي الصورة موجودة في قلب الملف قصة طويلة جدا وحلها بسيط جدا وهو ان انا بمسك اللوجو او الشعار دوت واحوله لخطوط واحوله الرسمة بياخد جهد شوية في الاول تمام بس بعد كده خلاص هو ثابت وهستخدمه في كل المشاريع في كل اللوح فهو بيبقى عباره عن خط وموجود في قلب اللي اوت او الباندا او ايا يكن الاسم الفريم فبيبقى سهل جدا ان ما عنديش اصلا مشكله في الصوره انا بصدرها وبيبقى فيها الحاجات دي مكتوبه يعني ساعات تقول لك ايه انا بعت لوحه الريفت بس الصوره ما جاتش انا بعت لوحه الاوتوكاد ال ودي اغلب المشاكل والصوره اللي في الجنب مش ظاهره انا لما بحولها لخطوط خلاص مش محتاج ان يبقى فيه جي بي جي ومعمول له اتاش ويقعد يدور على اللينك وما يلاقوش جنبيه والحاجات دي كلها فاريح حاجه احنا بنعملها في الشغل بتاعنا ان احنا بنحول اي صوره واي لوجو وبكتبها في البيمك شامبلان بلان اي اي صور زي كده موجوده في البندق حولوها لخطوط مره واحده ونخلص من كسليت.